وهنا كذلك سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسمو الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم وسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. هنا مشاهدين الكرام ضيف البلاد وكذلك وكذلك معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. هنا سعادة علي بن سعيد بن سرود وتقديم الرموز في مساء هذا اليوم، حيث كانت في الشوط الأول الرئيسي نوايد من هجن الشحانية هي من ظفرت بالكأس الأول، الكأس المفتوح. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. وهنا سعادة الشيخ حمد بن جاسم الثاني يتوج الذهبي سالم بن فاران المري وكذلك الشبل جابر بن سالم بن فاران المري في فرحة، وسالم بن حمد بن بريكان المري في فرحة واحتفالية بهذا الكأس المفتوح، حيث كانت ارتياد مشاهدين الأعزاء أو نوايد هي من صاحت. وهنا لحظات التتويج وكذلك صالح بن سعيد العيد. الكل حضر مشاهدين الكرام في فرحة كبيرة في يوم كبير مع الصغار وانطلاقات هذا المساء. صالح بن سعيد العيد يرفع الكأس عاليا، بينما مشاهدين الكرام شوط المحليات تلابكار ذهبت بهنية لهجن العاصفة، ويأتي هنا سعادة الشيخ حمد بن جاسم بتتويج سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم الكأس المحليات الأصايل، كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم. وهنا سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم يستلم هذا الكأس وكذلك الواثق. هنا البندقية مشاهدين الكرام الخاصة بالجعدان المحليات الأصايل، حيث كان من خلال الانطلاقات المحليات أو كأس المفتوح. هنا في هذه الانطلاقة أيضا هجن الشحانية هي من انتزعت هذا الكأس مع وجود لجان هجن العاصفة، هي من فازت بالكأس المفتوح مشاهدينا الكرام. بندقية الجعدان المفتوح حيث كان هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير صداد. هنا كذلك فرحة من الذهبي سالم بن فاران المري بفوز مبعد بشوط المحليات الأصايل، حيث فاز مشاهدينا الكرام مبعد بالمحليات الأصايل. وبندقية الجعدان في صورة مميزة واحتفالية كبيرة نشهدها في أرضية هذا الميدان. هنا صورة جماعية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مداعبة للذهبي سالم بن فاران المري في ليلة القبض على كأس المفتوح.